في انه رايحين يسووا نوع معين من التعليم. انا شخصيا احذر هذول المسؤولين من القيام بالخطوة اللي بدهم يقوموا فيها، لانه في اسرائيل يوجد ما يسمى السكرتارية التربوية، مسكروت بيداغوجي، وهذول اعلى مؤسسة في اسرائيل. عندما قمنا في العلاج الشموني اخذنا رأيهم واجتمعنا معهم عدة مرات، وفي النهاية اتخذنا القرار المشترك بيننا وبين وزارة المعارف. اي عمل بيقوم فيه السلطة المحلية بدون اشراك وزارة المعارف لا يمكن ينجح. ولكن خطة باشي اللي انتو قدمتوها ليش ما كملتش؟ كملناها، لكن اللي نقص مصاري بس على الثانوية، اما على الابتدائي اكتمل 100% العمل في المدارس الابتدائية. واستفاد اعضاء الهيئات التدريسية كثير، لدرجة انهم اصبحوا قادرين من انهم يحطوا البرامج التعليمية اللي بدهم اياها، وهذا موجود في مدارسنا. البرنامج اللي بقدموه اليوم في الدالي العسف، يعني انت بتعرف شو بتعرف عنه؟ البرنامج اللي بقدمه رئيس مجلس دالي ورئيس مجلس عسفية هو نفس البرنامج. انا لا اوافق على هذا البرنامج، لانه المدارس يجب ان تكون الصفوف، هن بدون يقسموا مدارس متوسطة، مدارس ضعيفة، مدارس قوية. المدرسة الضعيفة هذا بتاخذ صبغة ما يسمى استجمة مدى الحياة، انه هذول للتيوس، وهذا تربويا ممنوع منعا باتا. يجب ان تكون الصفوف متجانسة. انا اقترع على المسؤولين في المجلس المحلي ان هون ما يقوموا في هاي الخطوة، وان هون ياخذوا في رأي وزارة المعارف، لانه اليوم اذا اي برنامج بده يكون لوزارة المعارف للمدارس ما بيجوا بيسألوا وزير المعارف، بيسألوا السكرتارية التربوية، المسؤولين، أصحاب الشأن، أصحاب المعرفة. مع احترامي لرئيس المجلس المحلي والأعضاء، لكن هناك في مؤسسة، أعلى مؤسسة في إسرائيل، اللي هي لازم تضع البرنامج. لو انت اليوم مدير مكتب المعارف في البلدية او في المجلس المحلي، شو كنت بتقول للرؤساء؟ بقول انه الخطوة اللي موجودة في روسون يجب ان لا تطبق اطلاقا، يجب ان يكون في هناك توافق بين العمل المدارس. اول اشي انا متأكد انه جميع المديري المدارس مش راضيين عن هاي الخطوة، وبحق. اليوم في المدرسة الابتدائية في طلاب أقوياء، في طلاب ضعاف، يستحيل توافق وزارة المعارف، يستحيل مدير عنده خبرة انه يعمل صف أقوياء وصف ضعاف، لأنه في هاي الحالة هو هدم كيان هذول الطلاب ومستقبلهم. لازم يكون الصف متجانس. انا اقترح انه المدرسة الاعدادية الحالية تكون مدرسة اعدادية ثانوية، والمدرسة الثانوية الجديدة في الحارة الشرقية تكون كمان مدرسة اعدادية ثانوية. ولكن كيف؟ في المدرسة الحالية الاعدادية تكون مدرسة اعدادية ثانوية للبنات، وهذيك مدرسة إعدادية ثانوية للبنين. بهذا إحنا بنمنع الاختلاط الغير مرغوب في مجتمعنا، ومنشجع المنافسة بين البناء والأولاد كما هو الحال في بيت شمش. سووا تجربة وزارة المعارف حسب المعطيات الرسمية،
واللي نشرت في الجرائد انه التعليم النتائج زادت 25% عن التعليم المختلط. ربما يقول شخص معين انه هذا الشخص متأخر عايش في اي قرن، اما انا رأيي احد الاسباب اللي ممكن او احد الاشياء اللي ممكن تمنع العنف هو فصل البنين عن البنات، لانه اليوم ممكن اولاد اثنين يتقاتلوا من شان بنت معينه كما هو الحال في رونسون وفي مدارس اخرى. في الضفه الغربيه تعليم منفصل، بنات لحال واولاد لحال، واعلى نسبه نجاح في كل عرب الكره الارضيه واسلام هو في الضفه الغربيه. كتبت مكتوب لرؤساء المجلس؟ لا لا ما كتبت، ما حدا توجه لي، اما انا ناوي. ابو زيدان يوسف زيدان، انا متشكرك كثير على هذا اللقاء. العفو يا سيدي، انا بتامل انه قبل ما يقوم الرئيس بهذا العمل انه يتصل مع وزاره المعارف ومع مديري المدارس والمسؤولين ويعمل لقاء دراسي لبحث هذا الموضوع ثم استخلاص العبر وماذا يجب أن يعمل. بدون يوم دراسي وكل واحد يعطي رأيه ويجيب ناس مسؤولين، يدفع لشخص لشركة معينة مسؤولة عن التربية والتعليم، ممكن أنه نوصل لحل. نتأمل أنه يكون في تجاوب. أنا حسب رأيي مدارسنا بدولة الكرمل من أحسن المدارس في إسرائيل، كان دائما نفتش المعارف ونفتش البساتين عدة مرات، تقول يا ريت أن في حيفا زي ما في موجود عندكم. مش بالصدفة أنه مدارس دولة الكرمل حازت على جوائز وزارة المعارف نتيجة جهد قام فيه أعضاء الهيئة التدريسية. مع المؤسف انه في هناك اليوم فئة يقولوا انه فيش تربية وتعليم في دولة الكرمل، وهذول في قسم منهم بيبعثوا اولاده على حيفا، نسبة الطلاب اللي بتعلموا في حيفا اقل نسبة للدخول للجامعة. انا مثلا رئيس مجلس محلي هذول بعث لهم اعطوني لهذول المعلمين اللي بتقول عنهم اعطوني اسباب ليش ابنك لازم يكون في حيفا. خليهم هم يقولوا ليش، وحطهم في موقف حرج.